السلام عليكم خوتي المغاربه، اني انس رجل هجر المدني من مدينه سيدي قاسم، داعي على قبل الخيانه، ما ديتهاش الصحه كما تقول. هي جات عندي وقالت لي بغيت نهضر معاك ندير انا وياك شي حل، حيت دعيتها على قبل الخيانه. منين دعيتها انا على قبل الخيانه مشينا لعند البوليس، سمعنا من اضيوات، هي اللي قال لي البوليسي، قال لي صافي سير ديرهم في السيديه وتعالى عندي. منين وليت انا عند البوليسي، هي هذيك خرج معايا مشينا لعند السيد الصحراوة، سمع البوليس الاوديوات من مشينا انا والسيد انا والبوليس الصحراوة، بدا لي يهدد تيعاير المخزن الامن، انا نقتل راسي انا يا هادي صاحبها محسن. صافي ما بغيتش نوسخ راسي فيهم، قلت انا ندعيهم كاين الامن في بلادنا ما ياخذ لي حقي، ما خداو ليش حقي باش نضربها انايا. جات لعندي هي وتتقول لي شنو صورتي انت، دعيتيني شنو صورتي، جات لعندي وراتني فيديو هي وصاحبها، عليها باش انا يا خوتي المغاربه، عليها باش تسرعت انا يا خوتي المغاربه، راني عاد درويش، ما عمرني انا درت شي حاجه خايبه، ما عمرني دوزت الحبس. هذيك الضربه ديال يديها هي ضربت يديها راسها، ولات تتكمي، جات قالت لي انا يا وليت تنكمي، هي هذيك طلبتني على الكارو انا ضربتها، هي ديجا عندي الوراق ديالها جايه من طنجة، جات من طنجة وباغيه تمشي لمكناس، هي قالت لي وليت نخدم انا في البيران، قالت لي وليت نخدم البيران. هي هذيك انايا شفت راسي 7 سنين ديال العشره وعندي معايا جوج ولاد وكل شيء تدمر، وانا ما كنتش عالم على هذا الشيء. هذا ملي كنا باقا ساكنين مع دارنا ديجا دابزت لي مع الوالده وخا خالتها وهي بنت خالتي، هي هذيك علاش دابزت لي مع الوالده، باغيه الحريه ديالها. وديجا هاد السيد هذا اللي دوزاتو ليا تا هو عاود سيدي قاسم، لا هضرت معايا اوديوات هي وياه، وتيقول لي طلقها ودابا هي الحب ديالي، وخوتي المغاربه عاوما عندي الادله راه يسمعوا كل شيء. شي 7 سنين ديال العشره بيناتنا ودير معك هاد الشيء، واش كاين شي مغربي حر يتقبل هاد الشيء؟ تصورت هذا شي حاجه وما تصورت شي حاجه مني، ولا عندك شي شهود دعيني، وانا عندي شهود بزاف، حيت علاش عاد رويش وما تنقلبش على شي حاجه خايبه ونخدم على راسي. رهنت ليها انايا الدار ومول الدار شاهد، انا نمشي للخدمه تنجي من الخدمه انايا ما تلقاهاش في الدار، تنقول لها فين مشيتي؟ تقول لي ماشي شغلك فيا، ونجي نرتاح وهادي تنجي تلقى على المشاكل في الدار. منين رهنت ضربنا 7 شهور، انا كنت راهن على عام شويه، جا والدي شنقت عليا دابزت معايا قدام بوها والمقدم شاهد ديال الدوار عندنا ديال كورينا الزراره شاهد. انا شنو انا ما باغي لا مشاكل لا والو، بوها تقول لي طلقيه وشانق عليا، وتقول لي خليني طيح عليه الروح باغي عاد تصيفطني. نقول لها اخويا المقدم شهد، قال لي صافي اخويا انا شاهد وشفت كل شيء على عيني. لا انا كنت ديجا كنت مداير خطبه بالغطيصاب اللي تقول هي، ديجا كنت مداير خطبه بتصور بكل شيء وبخبار كل شيء راني خاطبها من والديها، وهي جات عندي قالت لي شوف انس، قالت لي انا يا تنبغيك وانت تبغيني، ولكن دارنا راه يعطوني شي واحد اخر، طمعوا حيت انا تنخدم في الفلاحه، هي هذيك طمعوا هما شي واحد بغاو يعطوها لي. صدقت هي هربت لدارهم جات لعندي، منين صونات لي اختها قالت لي راه حنا ديك رانينا بيك راه خاطف لينا اختنا، قلت لها انا ما خاطفهاش هي جايه بخاطرها. وديجا مشينا انا وياها، مشيت قدمت راسي قلت لها شوفي اختك تقول ما بقاتش بنت ولات مراه، حيت علاش هي اللي اقترحت عليا هاد الشيء هذا، تتقول لي انس لما درتيش معايا هاد الشيء هذا، لما كنتيش انت بيا راه يعطوني لواحد اخر، وانا ما باغياش هذاك السيد، انا تنبغيك انت. هي هذيك مشينا قدمنا راسنا انا وياها، اعترفنا عاد الامن بخاطرها بكل شيء ليها. مشينا ضربت انا 7 ايام في التحقيق عند بوليس، نهار الثامن ضربته في جنائيه، دزنا على القاضي الاسره. منين دزنا على القاضي التحقيق سمع ليها هي واش خوتي المغاربه اللي دايها صحه واش غيخرج، لكن دايها صحه ما يخرجش، عيضرب الحبس عيدي العقوبه ديالها. هي اللي بزت عليا هذاك الشيء وبخاطرها، هي هذيك صدقت خديتها، حيت علاش من الاول ناويها للحلال، انا مداير خطبه ومداير كل شيء، ما فهمتش انا دارهم علاش بغاو يدوروا. هي تتقول داعياني على قبل النفاقه 18 شهر، هذه اخوتي المغاربه انا يا قبل العيد كبير ب 15 يوم معايده مع السيد،
ودوزات ليا وتقول لها نوضي نوضي يا حبيبه شوفي الحولي هي وهي في الاوديوات وتضحكوا عندي الادله وعندي كل شيء ديالهم تنهضر معاها تنقول لها هاجر بيناتنا الجولاد ودرتي معايا هذا الشيء تتقول لي وصافي انا نويت نبدل حياتي انا نعيش حياتي انايا لا بغيتي ولادك في الاوديو كاين الدليل تتقول لي لا بغيتي ولادك انا راه نجيبهم نلوحهم ليك ونزيد بحالي منين دعيتها على قبل الخيانه بغات دير معايا عشي حل صافي قالت لي انا زانة داعيني دابا على قبل الخيانه مهم قالت لي بغيت نمشي معاك للدار قلت لها انا داعيك على قبل الخيانه ما يمكنش نديك حيت علاش واصله للمخزن صافي بيناتنا المخزن يلا هوت للدار هي عارفه الدار فين ساكن لا ما ضربتهاش اخوتي لا بموس لا بجاجه انا منين شتها وصلت عليا دقت عليا في الدار منين شتها هي جات الدار ديال عمتي انا ما خفت لا يوقع لي شي مشكل في الدار ديال عمتي سديت الباب باش ما تدخلش عندي للدار يوقع شي مشكل شويه قالت لي ما تقبلتيش هذيك الهضره اللي هضروا اللي هضر معاك صاحبي في الاوديوات بحال هكا انا صافي بدلت حياتي قلت لها علاش جايه لعندي قالت لي بغيت نوريك واحد الحاجه انا تسحبني توريني شي فيديو ديال ولادي ولا شي حاجه حيت توحشتهم بغيت نشوفهم تتقول لي ولادك غنحرمك منهم ما تشوفهمش ولا عندك شي دليل وريه ليا انا تنقول لها بارك عليا هذوك الاوديوات راه دليل كبير مني هضرتي معايا وتضحكوا بعضياتكم ومعيده معاه المهم خوتي المغاربه الاوديوات كاينين ديال الضربه ضربتها اخوتي المغاربه ولكن وراتني واحد الفيديو بجوجهم عريانين بجوجهم وتضحكوا انا ملي شفت هذاك الفيديو اخوتي المغاربه ما تقبلتش ما تحكمتش في راسي في يدي الساروت يلاه سور الدار بغيت نصرف حقك بحال هكا جات فيها الضربه بساروت جابت لي عندي شهود جابت لي الدراري في القهوه لوحتهم ليا وزادت ديتهم للدار عندي غوت للدري صاحبي قلت لي شوف قلت لي تعال شد لي الدراري واو الدري شهد اللي كاين الدري باقي تيرضع هذيك الساعه يلاه عنده شحال عنده شي 11 شهر باقي ما يلا عنده عام وشهر قلت انا نمشي عند خالتي انا نهضر معاها عاد تقدر تدور فيها ولا شي حاجه صدقوا ملي مشيت عندهم لدوار ميلود مشاو بحال هكا غوتوا الامن غوتوا الامن داروني جاي هاجم عليهم داروني هاز عليهم جنويه الامن راه قبضني هذيك الساعه وداني ودرت تحقيق وما لقى عندي والو ملي مشيت انايا جبت الرقم ديال الملف هذيك الساعه ما عطانيش ما بغاش يعطيني البوليسي الرقم قال لي سير قال لي تنقبضوه ونقدموه بالدوسي قلت لي انا يعطيه بعدا دفعوا للوكيل يتصنت لهذا الشيء هذا المهم يكون خير واحد النهار دابزنا انا والسيد لقيتهم بجوج حدا السوتيران منين دابزنا انا والسيد هي سلتات مشات بحال سلتات ما بقيت مدابز انا وياه وعندي الشهود دابزنا انا وياه شويه تتغوت لي امو في التليفون انكوني شنو تتقول لي تتقول لي دابزت ليا مع ولدي وهي اعترفات لي المره الاولى امو قالت لي راه جيت لعندنا لهنايا وشحال من خطره جات معاه لهنا صافي ما تقبلش انايا تتصوني لي تتقول لي ودار لمراتك وفعل ليها وقدامنا هذاك الشيء وين الدري صاحبها تتقول لي ولدي دار لمراتك وفعل ليها وهادي وهادي نتني وتاكدت انايا هي معيده معاه صافي ما بقيتش عارف انايا واش هذوك ولادي بالصح ولا ماشي ولادي صافي وليت مربج ديما تنفكر عا في هذيك الهضره صافي المهم خوتي المغاربه عدي الدليل انايا ديالها وديالو هضروا معايا بجوج تضحكوا تتقول لي انايا راني صافي بدلت حياتي ودبرت على طنجاوي هو تهضر معايا بهضره طنجاوي زعما ولكن هو انا جبدته النمره ديالو تهضر منه هي وتهضروا منها المهم اخوتي المغاربه انا راني سولوا عليا في قرينات زراره راه درويش تنخدم مع الفلفلاحه وهي راه قالتها في الفيديو قالت لي خدم مع الفلفلاحه تنخدم في الفلاحه حيت علاش باغي طرف ديال الخبز حلال نوكلو لولادي وليها هي ولكن هي صدقت حرمت ليا ولادي وخرجت عليا حتى انا دمراتني صاحبها وحبيبها ونهز ولادها فوق راسي وفوق عينيا ومنين يقول لك صاحبها هاد الهضره هادي وسبع سنين ديال الزواج بيناتكم واش غتبقى تخيل هذوك راه ولادك منك فانا قلت لكم شنو كاين وانتم تفرقوا علينا سولوا عليا قرينا الزراره والناس اللي تعرفوني انا راني عدرويش اخوتي المغاربه وانا تنتمنى من الله الناس كاملين اللي تعرفوني يشهدوا على شهاده الحق اللي كاين يقولوه اخوتي المغاربه انا راني عدرويش وانا ضحيه انا راه هي السبب
المهم كيعطاني المخزن حقي انا ما نديرش هادشي هذا اخوتي المغاربه، وانا عندي دليل اوديوات ديالها وديالهم بجوجهم تيهضروا معايا وتيقولوا لي انا راني صاحبها وحبيبها ونهز ولاد نهز ولادها فوق راسي وفوق عينيا.